اهلا بكم من جديد. اذا كاميرا سي بي سي منتشره في كل مكان تنقل لكم الحدث وقت وقوعه لحظه بلحظه، ونتابع التغطيه بالخبر والتحليل. وفي الدقائق الماضيه كنا نتابع محاولات اطفاء الحريق الذي لحق بمبنى محافظه الجيزه، والخبر الاحدث في هذا الاطار هو انه قوات الامن تمكنت من القاء القبض على عدد من المتورطين في اشعال هذا الحريق بمقر محافظه الجيزه. وكانت بالفعل في 12 سيارة إطفاء وصلت للمكان للسيطرة على هذا الحريق، ورجال الحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص من داخل المقر بواسطة السلالم الهيدروليكية. الحقيقة يعني هذا الوضع يتعلق بعدد كبير من أحداث العنف وقعت في أماكن متفرقة من أنحاء البلاد، وهو ما يعني يضع علامات استفهام كثيرة حول قدرة قوات الأمن وأجهزة وزارة الداخلية وأجهزة القوات المسلحة في إحكام السيطرة على المنشآت الحيوية كما تعهدت. لكن في مؤتمر وزير الداخلية بالأمس تعهد ببسط الأمن مرة أخرى في فترة قصيرة، ويعني الحقيقة هناك العديد من الأشياء التي تستحق التحليل. لذلك في هذه الفقرة يشرفني أن أرحب بالدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وبسيادة اللواء محسن النعماني وكيل أول جهاز المخابرات العامة ووزير التنمية الأسبق. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. بالفعل مسألة الأمن أصبحت هي شغل شاغل الآن في مصر، وهناك سؤال قد يتردد على كثير من الألسنة: هل أفلتت الأمور أم أنها ما زالت تحت السيطرة؟ لا، الحمد لله الأمور حسمت من 30 يونيو. كل من يرى الخريطة يرى أن الأمور حسمت من 30 يونيو وما أعقبها في 3/7 ثم توجد ب 26/7. ما يحدث الآن هو مواجهة مع تنظيمات كشفت عن وجهها. احنا مش بنقابل تنظيم واحد وهو جماعة الإخوان، احنا بنقابل مجموعة التنظيمات المتطرفة التي سمح لها في الفترة الماضية بأن يعني تنفذ إلى مصر وأن تجد في مصر مكان ليها. ما حدث منذ اليوم الأول بعد 30/6 من المواجهة التي قامت بها القوات المسلحة في سيناء كانت مواجهة جاذبة لهذه العناصر، لأن القوات المسلحة كانت عايزة تعفي الجبهة الداخلية من الدخول في مواجهات مع هذه التنظيمات المتطرفة، وبالتالي اختارت ميدان المعركة وهو المكان الذي يعني مخططهم الأكبر يقع فيه وهو سيناء، ارتباطا بقى بمخطط دولي بدأ من ايام ايجال الون بعد 67، ثم شارون، ثم ايجور ايلاند، ثم تبنته امريكا في مركز دينيس روس في الحل غربا بدل من الحل شرقا. فاختارت القوات المسلحة هذا الميدان جذبا لهذه العناصر عليها. من تبقى منهم في محافظات مصر هو من نواجهه الآن. هذه المواجهة كانت متوقعة ساعة اليوم؟ هذه المواجهة الحقيقة الواحد كان يرجو أن يكون جماعة الإخوان قد تعلمت الدرس، لأن جماعة الإخوان في 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 ثورة 25 يناير دعمتها القوى الوطنية واعتبرتها طيار من طيارات الحركة الوطنية، واحتفلت بيها وسندتها وأيدتها وأيدت دورها السياسي أملا أن هي تأخذ هذا الدور السياسي وتكون جزء من روافض الحركة الوطنية المصرية. لكن للأسف الشديد الممارسة وخصوصا في السنة الأخيرة أثبتت أن المخطط هو مخطط أممية الجماعة وليس وطنية الجماعة، وبالتالي افترقت عن القوى الوطنية المصرية. أنا يعني أتوقع طبعا الحقيقة أنه وجهة النظر المخابراتية في هذا الأمر ربما تتجه أكثر للتوقع الدقيق. أنا أذكر أنه اللواء عمر سليمان الله يرحمه كان أدلى بتصريح للكاتب جهاد الخازن
في من فترة طويلة، وقال له أنه لو تولى الإخوان الحكم ده قبل تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، لو تولى الإخوان الحكم هيحصل عليهم ثورة في أقل من عام أو في خلال عام، وقتها هتنتشر الفوضى في البلاد. وكأنه كان يقرأ المستقبل الحقيقة. لذلك يعني من يتحدث عن هذه المواجهة الآن بيتوقع أنه الأجهزة الأمنية والمخابراتية كانت على علم بها أو تتوقعها وبالتالي تستعد لها. إيه تقييم حضرتك دكتور وحيد لهذا الأمر؟ لا يعني هو الجانب الأول من توقعه صح، أنه إن الإخوان جماعة الإخوان إذا أدارت السلطة بطريقة المجموعة التي هيمنت عليها تدريجيا منذ منتصف السبعينات، واللي هي المجموعة اللي بتمثل تحالف بين بقايا التنظيم الخاص في ذلك الوقت وأتباعهم وشباب تنظيم 65 بتاع سيد قطب، هذه المجموعة اللي أحكمت سيطرتها على الجماعة، إذا هي التي أدارت سلطة الدولة لابد أن يحدث ما حدث وذا فعل ما حصل. لكن الشق الثاني لا، لن الشق الثاني هو في أحلام هذه المجموعة المهيمنة على الإخوان اللي هو الفوضى، إنما هذا حلم لن يتحقق. لكن دكتور يعني حضرتك احتكيت بيهم من خلال لجنة الدستور. لا أنا احتكيت بيهم من 30 سنة، ده بالتأكيد طبعا، لكن أقصد أنه في بعد ثورة 25 يناير هناك فارق، يعني هم دخلوا في غمار الحكم ولعبوا السياسة بمنطق مختلف عما كان قبل 25 يناير. هل كنت تتوقع أنه هذه الوجوه تقول إلى ما قالت إليه اليوم؟ شوف، هو هذه الجماعة من الثمانينات وهي فيها اتجاهين، وكل من سعوا إلى احتوائها وإلى إدماجها في الحياة السياسية وإلى أن تصبح جماعة وطنية ويبقى علاقتها بالتنظيمات المرتبطة بها في الخارج علاقة صداقة وليست علاقة ارتباط وثيق يفوق الارتباط الوطني، كان بيرهنوا على أنه التيار الذي لا ينتمي إلى هذا التحالف لهذه المجموعة انه يستطيع ان يؤثر في مسارها. لكن اللي حصل فعليا انه في 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 الفتره اللي ما بين انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسيه، كان هذا الاتجاه اللي هو كان فيه رهان عليه انه ياخذ الجماعه في اتجاه الوطن المصري، هذا الاتجاه ضرب ضربة شديدة جدا. والحقيقة هو من قبل مين؟ مين اللي ضربه؟ الجناح الآخر. الجناح الآخر هيمن تماما وأقصى هذا، وتبين أنه بعد خروج عبد المنعم الفتوح من الجماعة هذا الاتجاه ضعفا شديدا، والاتجاه ممكن نسميه الحمائم مثلا، ولا يعني من كانوا حمائم الإصلاحي مثلا، كان على الفتره دي. على فكره بالمناسبه كتير حتى من داخل قيادات الاخوان قال لي هذا الكلام، انه الدكتور عصام العيران كان محسوب على الحمائم، اللي حصل بقى في الفتره دي انه بعض هؤلاء وقد ادركوا انه المساله حسمت داخل الجماعه، فزايدوا على الاكثر تطرفا لكي يثبتوا انهم يعني ايه لم يكونوا ابدا في اتجاه اخر، طمعا مثلا في طمعا شيء طمعا معين. طمعا للحفاظ للوصول الى المواقع التي كانوا يريدون الوصول. يعني عصام العيران مثلا كان بيطمح انه يبقى رئيس حزب الحريه والعداله، لكن هيهات يعني مهما فعل ومهما يعني ارتدى من 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 ثياب التطرف ومهما اظهر من تطرف، وهو الان يعني يعني المسافه بينه وبين اسامه بن لادن تقريبا نص شبر، حتى بعد ان اصبح هو اسامه بن لادن تقريبا، انما هذه مجموعه مغلقه يعني لا تستطيع ان تتعامل مع احد خارجها، و يعني اذا كان هذا داخل الجماعه فما بالك بقى حضرتك حاولت احتواء هذه الجماعه في وقت ما. وانا اذكر انه مع صدور العدد الاول من جريده الحريه والعداله حضرتك كان ليك مقال في الجريده، وانا فاكر ان انا سالتك مندهشا، يعني كان شيء غير متوقع، فقلت لي انه لازم نحاول ان احنا يعني نبني جسور. صحيح، و و
والحقيقة احنا بنحاول هذا من الثمانينات يعني منذ أن دخل حزب الوفد في اتفاق مع الإخوان سنة 84 على ترشيح عدد من مرشحيهم على قوائم حزب الوفد في انتخابات 84، وانا كنت في شباب حزب الوفد في ذلك الوقت، وكان في امل انه هذه الجماعه يمكن، وفي الوقت ده كان هذه المجموعه الشديده التطرف المنعدمه الوطنيه المرتبطه ارتباطا كاملا بالتنظيم الدولي والولائها الكامل للتنظيم الدولي لم تكن هي الاقوى في ذلك. كان المرحوم عمر التلمساني في ذلك الوقت كان له، كنا بنعتقد انه يعني له تاثير، لكن تبين ان هم استطاعوا انهم يعزلوه تدريجيا ويعزلوه في القمه ويسيطروا هم على التنظيم. هو الدكتور كمال الهلباوي انا اعتقد ان هو من فتره طويله حينما بدا ينشق عن الجماعه قال لي يعني انطباع كده. كمال الهلباوي ايضا كان من هذا الاتجاه الاصلاحي. هو قال لي انه اللي انت شايفهم دول مش اخوان، الإخوان الحقيقيين مش موجودين، دول أشباه الإخوان، ده على حد تعبيره. هذه التوقعات ربما التوقعات الغائبة لأنه ما حدث كان أكبر بكثير من طيب احنا لازم ننتقل دلوقتي إلى كلمة الرئيس الأمريكي أوباما في مؤتمر صحفي. أهلا وسهلا. من مؤتمر صحفي يتعلق بالوضع في شرفت يا أوباما بابا. القانون الطوارئ وحالة الطوارئ الذي يقيد الحريات الفردية ويقوض حقوق الإنسان. اليوم تتقدم الولايات المتحدة بتعازي من عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين. إن مصالحنا ومصالح الأمن العالمي تدفعنا إلى ضرورة دعم عملية انتقالية من أجل التوصل إلى حكومة مدنية منتخبة في مصر. نحن نعبر عن دعمنا لمصر وعلاقتنا مع مصر، ولكن في الوقت عينه فإن تعاوننا لا يمكن أن يستمر كما كان في الماضي، بينما أن المدنيين يتعرضون للعنف. لذلك نحن قلنا للحكومة المصرية أننا سوف نلغي التمرين المشترك مع الجيش المصري الذي كان سوف يحصل الشهر المقبل، وكذلك سوف نقوم أنا وفريق الأمني بتقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في مصر، وسوف نحدد الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية. دعوني أقول أن الشعب المصري يستحق ما هو أفضل من ذلك وأفضل مما رأيناه في الأيام القليلة الماضية. للشعب المصري أقول أن دوامة العنف والتصعيد يجب أن تتوقف. نحن ندعو السلطات المصرية إلى احترام حقوق المواطنين وحقوق الإنسان، وندعو المتظاهرين إلى التظاهر بشكل سلمي، وكذلك نحن ندين الاعتداءات التي قام بها بعض المتظاهرين بما في ذلك ضد الكنائس. يجب رفع حال الطوارئ من أجل بدء عملية مصالحة وطنية. جميع الأطراف يجب أن يكون لهم صوت في مستقبل مصر، كذلك حقوق المرأة والأقليات الدينية يجب أن تحترم، ويجب أن نستمر في الالتزام من أجل القيام بعملية إصلاح وعملية انتقالية دستورية، وهذا سوف يساعد مصر على تلبية توقعات شعبها للجهة الديمقراطية ويساعد في دفع عجلاتها الاقتصادية والسياحية. ولكن لابد من التذكير أن العنف سوف يزيد الاستقطاب السياسي، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من الشرخ بين المصريين، وسوف يضاعف فرصة مصر في استعادة النمو الاقتصادي. دعوني أذكر هنا، أمريكا لا تستطيع أن تحدد مستقبل مصر، هذه أمور تعود إلى الشعب المصري. نحن لا نؤيد طرفا ضد الآخر أو حزبا سياسيا ضد الآخر. إذن التوترات في مصر لا تقع مسؤوليتها على الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي. لقد لامنا مؤيدو مرسي وقد لامنا الآخرون أيضا، وكأننا نحن من مؤيدي مرسي. إذن هذا النوع من النهج والمقاربة لن يساعد المصريين في تحقيق المستقبل الذي يتوخونه. نحن نريد لمصر أن تحقق النجاح، نريد عملية انتقالية وديمقراطية مزدهرة، هذا ما نريده. ولكن لكي نحقق
تحقق ذلك على المصريين أي يقوموا بالعمل بأنفسهم. نحن نعترف بأن التغيير يحتاج إلى وقت وبأن عملية كهذه ليس فيها ضمانات. وهناك أمثلة في التاريخ القريب تشير على أن المرحلة الانتقالية والانتقال إلى حكومة ديمقراطية كانت مرحلة صعبة وفيها الكثير من المطبات، سوف يكون هناك مصاعب وأيام صعبة. كذلك الأمر بالنسبة إلى الطريق إلى ديمقراطية في الولايات المتحدة، من آسيا إلى أمريكا، نعي أن تحول الديمقراطي لا يحصل في أشهر أو سنوات، بل أحيانا يحتاج إلى أجيال. لذلك حفاظا على مصالح الجميع وعلى الاحترام المتبادل، أود أن أقول أن الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكا في تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل، ونحن حريصون على علاقاتنا القديمة مع مصر، ولكن شراكتنا يجب أن تقوم أيضا على المبادئ التي نؤمن بها والتي ضحى الكثير من المصريين لأجلها في السنوات القليلة الماضية بغض النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه. أمريكا سوف تعمل مع جميع المصريين في مصر وحول العالم من أجل توصل إلى مجتمع من السلام والعدالة والكرامة. شكرا جزيلا. إذن كانت هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كلمة صوتية وليس مؤتمر صحفي كما ذكرت، وتتعلق بشكل مباشر بالوضع الذي وصفه الحقيقة في الإعلان الذي وصلنا منذ البداية، الوضع المتدهور في مصر كما وصفه. ما قاله باراك أوباما لا يختلف كثيرا عن التصريحات التي وردتنا من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض المسؤولين الأمريكيين في الفترة الماضية. هو قال أنه مصالحنا أي المصالح الأمريكية مصالح الأمن العالمي تدفعنا لدعم عملية انتقالية للتوصل إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في مصر. وقال إنه ندعم مصر وعلاقتنا بها، ولكن تعاوننا لن يستمر كما كان في الماضي بينما المدنيون يتعرضون للعنف. هذا ما قال باراك أوباما، وقال بشكل واضح أنه هو أبلغ السلطات المصرية بإلغاء المناورات، مناورات النجم الساطع التي كان يفترض أنها سوف تقام الشهر الماضي. وقال أيضا أنه سوف يتم تقييم التدابير التي اتخذتها السلطات في مصر للتعامل مع هذه الأزمة، وسوف يقيمون العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة. وطبعا كلام آخر حول أمنياته للشعب المصري وحديثه عن المرحلة الانتقالية ومتطلبات التحول الديمقراطي الذي قال إنه قد يستغرق أجيالا في بعض الأحيان. انطباع أولي دكتور وحيد عن هذه الكلمة. شوف أنا مش هعلق على يعني كلامي ليس موجها لأوباما، لأن أوباما أقل بكثير من أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا رجل اسمح لي منافق لم يلبي ولم يفي بوعد واحد من الوعود التي قطعها على نفسه للشعب الأمريكي، بدءا من الحقوق المدنية، وبيكلم على حقوق الناس، وهو لم يفي بأي وعد. وأكثر الغاضبين عليه الآن أنصار الحقوق المدنية، هذا رجل يتنكر للونه، هذا رجل يتنكر لعرقه، هذا رجل لا أمان له. يعني بعد أن وعد وبعد أن وقف معه أنصار الحقوق المدنية تنكر لهم، وعد وعودا من بينها إغلاق معتقل جوانتانامو، لم يفي. يعني ما يجمعه مع محمد مرسي يعني هو هذا، أنهما كل منهما لم يفي بأي وعد من 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 وعودي. فهذا رجل أقل بكثير. ألا يمكن الرد عليه مثلا مسألة التعامل مع المدنيين، مسألة أوكيوباي وول ستريت مثلا، احتل وول ستريت والتعامل معها على سبيل المثال؟ أنا هوجه كلامي لمسؤولين محترمين نعرفهم في وزارة الخارجية الأمريكية، في وزارة الدفاع الأمريكية، في سيناتورز وكونجرسمان محترمين نعرفهم أيضا، بعض أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي. أنا ما أظهر الشخص لا أحد يوجه لك كلام له، طبعا هو شئنا أبينه هو الرئيس الأمريكي ولا لا، هذا الرئيس الأمريكي هو مجرد صوت، هذه دولة مؤسسات، هو مجرد صوت، وطول الفترة الماضية كان يمثل صوت الأقلية في موقفه من مصر. بس أي أقلية بقى هو يعبر عن من الآن؟ هو يريد أن يستغل ما حدث بالأمس، لأنه كان منزويا.
هذا الرجل كان يريد أن يأخذ موقفا متشددا ضد مصر منذ يوم 30 يونيو، لكن المؤسسات الأمريكية والمحترمون في المؤسسات الأمريكية وأنصار الحرية أول مرة يتكلم يفتكر أن في حقوق للمرأة في مصر هذا المنافق، أول مرة يفتكر أن في حريات دينية، أول مرة يعني سنة كاملة فيها إهدار لحقوق المرأة، وشفنا في الدستور ما حدث فيه، وشفنا ما حدث الحريات الدينية، ولم أول مرة النهاردة جاي يتكلم هذا. أنا عايز أقول هو أنا للناس المحترمين دكتور وحيد، ألا يثير التساؤل الحديث بهذا يعني بهذه الطريقة بينما في معلومات كثيرة يبدو ناقصة؟ يعني استخدام المرأة في الاعتصامات، حتى طريقة التعامل مع هذا الاعتصام أو هذين الاعتصامين مقارنة التجمعين مسلحين، لكن نعم، لكن مع التعامل مع الاعتصامات في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كانت في 2011 حتى في تركيا، لماذا يتغفلون؟ بس في دقيقتين يعني عايز اقول رسالتين من نحترمهم في الولايات المتحدة، وليس من بينهم هذا الشخص الذي لا يحترم نفسه ولم يحترم عهدا قطعه من العهود التي قطعها على نفسه للشعب الامريكي، وهو الان ينفذ برنامج للمراقبة ينتهك فيه الحقوق الخاصة، حق الخصوصية والحقوق الفردية للناس، وينتهك فيه حقوق كل من يعارض هذا ويهددهم ويلاحقهم في كل أنحاء العالم بعد أن يهربوا من الولايات المتحدة زي سنودن وغيره. هل يطالب البعض الرئيس المصري أيضا بعقد مؤتمر أو إلقاء كلمة تنتقد أعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا الرجل جابنا أنه ناقد مؤتمر صحفي، يعني قال كلمة مسجلة لأنه خشية أن يواجه الصحفيين الذين هو في أجازة على كل حال كانوا سيسألونه أسئلة محرجة وهو لا يستطيع أن يجيب عنها حتى لو ما كانش في أجازة. أنا أتحداه أنه يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ويأتي بصحفيين عالميين ويقول هذا الكلام ويفتح المجال لحوار معه مع صحفيين كبار ومحترمين من أنحاء العالم أمام العالم كله، وأتحداه إذا كان لديه ذرة شجاعة أن يفعل هذا، لا أن يختبئ وراء تسجيل ميكروفون. طب ما هي رسالة لمن وصفتهم بالشخصيات المحترمة في الولايات المتحدة دكتور؟ هما رسالتين. الرسالة الأولى أنه عندهم مخاوف نحن نقدر. أنا بتكلمش عن من يضعون مصلحة إسرائيل فوق المصلحة الأمريكية ومنهم أوباما، إنما أنا أتحدث إلى الأمريكيين الذين نحترمهم. هؤلاء لديهم مخاوف أنا أقدرها، ومخاوف تتلخص بشكل أساسي في أنه عدم احتواء جماعة الإخوان سيؤدي إلى تصاعد العنف والإرهاب. هذا التقدير كان تقديرنا، يعني عندما سعينا إلى احتواء جماعة الإخوان، وأنا من أكثر الناس اللي بذلوا جهدا في هذا المجال كما تعرف، كان هذا هو تقديرنا، احنا لابد من احتواء هذه الجماعة لكي لا يتصاعد العنف طبعا. الآن من هيمنوا على جماعة الإخوان في العامين الأخيرين طريقهم هو طريق العنف والإرهاب. احنا شفنا تجربة حية، محمد مرسي في الحكم بيحكم باسم هؤلاء وبقراراتهم، ولأول مرة العنف والجماعات العنف والإرهاب في 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 مصر تعطى تسهيلات هائلة للحصول على أسلحة من كل ده خلال طبعا من كل مكان. إذا عندهم أسلحة بتمر بأرض مصر كلها 1000 كيلو من حدودها الغربية من مطروح إلى حدودها الشرقية. فإذا مخاوف مشروعة مقاتلين ووعد إنما إحنا بنقول لهم ودي وجهة نظر تانية اللي إحنا بنقولها دلوقتي موجودة أيضا في أوساط بعض الأمريكيين، انه الخضوع لابتزاز جماعة الاخوان اليوم هو الذي سيؤدي الى تصاعد العنف والارهاب. نعم. وليس لها. هذا التقدير كان صالحا في وقت مضى، وثبت بالتجربة العملية انه لم يكن صحيحا، وربما كان يمكن ان يصح لو انه جماعة الاخوان سارت في اتجاه اخر. نعم. ولو ان الاصلاحيين السابقين كانوا قد نجح. وعايز بس ايه برضو في ثانية، هو قال انه عايزين نقيم. لا. انا بقى طالب المسؤولين عن الاجهزه الامريكيه ان يدرسوا عمليتي فض التجمعين المسلحين في النهضه وفي ربع العدويه دراسه دقيقه وتفصيليه، واعتقد انهم لو فعلوا هذا سيدرسون التكتيكات التي استخدمت
في هاتين العمليتين في كلياتهم في كليات الشرطة لديهم. أريدهم أن يدرسوها دراسة تفصيلية. وأنا ما أعرفش في نقص معلومات ولا إيه، لأنه العمليتان كانوا متصورين يعني كانوا تحت سمع وبصر الجميع. طبعا الدكتور وحيد أنبل واجد، أجهزة الدولة عندنا للأسف قدرتها على التواصل ضعيفة جدا. الدكتور وحيد أنبل واجد فيما يتعلق بتوجيه النقد اللاذع للرئيس الأمريكي باراك أوباما، فإحنا عايزين بقى ننظر بشكل عملي شوية على مسألة إلغاء المناورة التي أعلنها. طبعا كلام كان منذ الصباح، مسؤولين في الإدارة الأمريكية صرحوا أنه الولايات المتحدة تفكر في إلغاء هذه المناورة، مناورة النجم الساطع كان مقرر ليها الشهر القادم. هل ينبغي أن نشعر بالقلق من هذا القرار؟ أنا بس عايز أحيي الدكتور وحيد الحقيقة على ما قاله. أنا على فكرة أنا أول مرة أشوف الدكتور وحيد بالانفعال ده. لا أنا كمان، بس ده راجل كذاب ومنافق وهذا وأنا أعرفه كما يعرفه كثير من الأمريكيين. هذا انفعال رشيد الذين يندمون الآن على 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 انتخابه. أنا أتمنى أن الانفعالات تكون كده انفعالات رشيدة. لأن الدكتور وحيد وهو منفعل فصل ما بين العلاقات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وما بين شخص باراك أوباما وجماعته. نعم. وأنا أعتقد أن ده مسؤولية وطنية مفيدة جدا ومتخصصة. إحنا عايزين نكسب مصر كل يوم صديق بناء على مصالح حقيقية بيننا وبينه. طب إحنا هل إحنا خسرنا الولايات المتحدة ساعة اللي هو؟ لا 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 لا, لا. ده طيار. الولايات المتحدة ما هيش دولة صغرى يعني يحكمها، ما هيش دولة الرئيس ورئيس الدولة. لا لا يعني. تمام. لكن هذا قرار مؤسسي ولا قرار شخصي؟ وبالتأكيد قرار مؤسسي. لا لا لا، دي قرار إلغاء المناورة. قرار المجموعة. إيه اللي يترتب عليه؟ قرار المجموعة لأن هم حاسين هو على مجموعة، بعض المجموعة اللي حواليه في الخارجية، على بعض المجموعة اللي حواليه في السي آي إيه، شاعرين أنهم خلال الفترة اللي فاتت كان لهم وجود منتشر كبير في المنطقة من خلال ما اسموه بالربيع العربي، نفذوا طلعوا تنظيمات معينة. حضرتك لو استعرضنا الخريطة، وأنا الحقيقة بيعجبني جدا كلمة كان بيقولها شارل ديغول، أنني لا أتخذ قرار دون أن تكون أمام الخريطة. تمام. حضرتك لو بصيت للخريطة دلوقتي وبصيت ليها، شوف شرقنا فلسطين بقت فلسطينيين، واحدة في الضفة وواحدة في غزة. نعم. لبنان بقت واحدة في الجنوب وواحدة واخدة الوسط والشمال. العراق بقوا دولة كردية. السودان. وفي السودان في جنوبك. نعم. أصبحت شمال وجنوب السودان. سوريا في الطريق. ليبيا أيضا فيها إضرابات. بيحاولوا فيها. إلى حضرتك لو بصيت في الغرب، أنت بتحكم رجعنا تاني لإمارة برقة وإمارة طرابلس من خلال الحكم الموجود. المناورات، لأنه في ناس كتير جدا حيتوقفوا عند هذه العبارة في الكلمة، ماذا تعني مناورات النجم الساطع وماذا يعني توقفها؟ برضو خليني أرجع أقول لحضرتك أني لما بنقول أن 30/6 كانت تتويج والثورات في العالم كلها بتمر بمرحلة ثم تنضج إلى مرحلة أخرى، وإحنا مرينا في مصر بمرحلة ثم انتقلنا منها بدروس المرحلة اللي مرينا بيها إلى ثورة أخرى في 30/6. هذه الثورة حسمت كلمتها، يعني كل من يتصور. طيب أنا برضو ما زلت أشعر بالحيرة أمام أهم ومثل كثيرون أمام مسألة إلغاء مناورات النجم الساطع، هذه العبارة الرنانة من زمان في العلاقات المصرية الأمريكية. توقف هذه المناورات ماذا يعني بشكل مباشر؟ يعني اولا يعني هو محمود ان هو اوقفها، لان انا اعتقد ان اكيد القوات المسلحه المصريه كانت بتفكر في انها تقول هذا الكلام. انما هذه المناوره يعني اذا قلنا لمن يستفيد منها، يستفيد منها قوات الجيش الدفاع اللي في الولايات المتحده الامريكيه وليس قوات المسلحه المصريه. لم نكن نستفيد على الاطلاق من هذه المناورات، يعني استفادات انك انت تعرف نتعرف مثلا تعرف على وسائل طرق تفكير جديده، وسائل جديده. لكن ليس هناك يعني فائده كبرى بالنسبه للقوات المسلحه المصريه. وكل من شارك في هذه المناورات وكل من يفهم في العلم العسكري كان يعلم أن الاستفادة يمكن أن تكون حوالي 70%
للولايات المتحدة الأمريكية اللي بتتعلم بتشوف اللي بيعرف مصر وصلت لفين في مجال الخطط الدفاعية بتشوف أساليبك في الدراسة و 30% أنت بتستفيد منها إذا كان في تكتيكات أو معدات جديدة بتستخدم في هذا الموضوع أو معدة أنت هتطلبها بعد كده وتجيبها في هذا الموضوع. طيب. فهو قرار مسرحي ليس له أي قيمة عملية على الأرض. المناورات بتنعقد كل قد إيه؟ أعتقد كل سنتين. كل سنتين. وبالتالي وقفها يعني هذه المرة لا يعني إيقافها للأبد. من ولا أن... ولا ولا أعتقد إنها مطلب بالنسبة لنا يعني إنها لا تتوقف. لا وحتى يعني مش المفروض إنه إحنا ننشغل بالتفكير فيها حتى تنصح. والله يعني قيمتها شديدة المحدودية. تمام. هل فوجئت دكتور وحيد حينما قال رئيس الأمريكي باراك أوباما لا منا مؤيدو مرسي ولا منا الآخرون وكأننا من مؤيدي مرسي؟ هو عايز يقول أن أنا أقف على مسافة واحدة من الجميع ومع ذلك تعرضت لللوم من الطرفين. ما هو ده يدل على أنه رجل مغيب وده برضو جزء من مسؤوليتنا على فكرة وجزء ولأنه بيعتمد شوف هو احنا في يعني فيش وقت للشرح في الموضوع ده إنما احنا في تجاربنا مع الرؤساء الامريكيين كل رئيس كان بيبقى عنده ديفوهات ده راجل بيعتمد على جهاز واحد عنده 14 جهاز بوش نفس الحكاية بوش كان مهمش CIA وبيعتمد على المخابرات الحربية بتاعت رامسفيلد وضللوه وودوه في 60 داهية وده بيعتمد على CIA ومهمش كل البتاع بما في ذلك المخابرات الحربية اللي هي أكثر موضوعية وأكثر حرصا على المصالح الأمريكية من CIA اللي طول تاريخها تلوثت بكثير من الدماء. مين هم مؤيدي مرسي؟ فين مؤيدي مرسي أصلا؟ فيش يعني المؤيدي مرسي ده الكلام ده كان من 7-8 أشهر إنما النهاردة بقى فيه شعب المصري في جانب وفي تنظيم الإخوان وحواليه شوية تنظيمات متطرفة فيها شوية مجرمين ده الوضع في مصر مين مؤيد ولكن يعني البعض اعتبر حتى لقاء بعض المسؤولين الامريكيين بخيرة الشاطر مثلا في سجن لا انا ما عنديش اي مانع يعني اثارت شبهة كبيرة بالطرفين بالعكس يعني يقابلوا من يقابلونه لكن يعملوا تقييم موضوعي وتبقى فيه المؤسسات الامريكية تعمل بشكل معلومات بس احنا عايزين معلومات يعني انا عايز اقول بس بالنسبه يعني احنا انا اسف يا دكتور بس هو بيتحدث عن التعامل مع السلميين بعنف وبيقول انه لن تتعاون الولايات المتحده مع مصر لن يستمر التعاون كما كان في الماضي بينما المدنيون يعاملون بعنف يتعرضون لعنف في مصر هذه الصوره اللي احنا كنا شايفينها من شويه لحريق محافظه الجيزه ما ده كلام لا يدخل في ده لا ينطوي على فكره على اتهام لاحد لانه احنا ما هو في طبعا مجموعه تم القبض عليها في هذه الواقعه على وجه التحديد طبعا من تم القبض عليهم في مصر كلها في احداث العنف قليلون قياسا بالاثار المترتبه عليها يعني لكن يعني لكن في النهايه مين اللي قام بيها قامت بيها يعني جيش قوات خاصه لا امبارح كان في 121 عمل يدخل في نطاق الارهاب اتنفذوا ما بين الساعه 10 الصبح والساعه 8 بالليل 121 عمل من بينهم 35 اقتحام لقسم ونقطه شرطه خمسرتهم كويس 35 اقتحام لقسم ونقطة شرطة 19 اقتحام لمحافظة ومباني حكومية محافظات مجالس مدن وزارة المالية وما إلى ذلك كنائس الإحصاء اللي عندي 19 18 كنائس 18 كنيسة ودير 6 مباني قضائية منهم 5 محاكم 4 مدارس 4 مستشفيات 21 قطع طريق 121 عمل إرهابي في كام ساعة من الساعة 10 الصبح للساعة 8 مساء يعني نتكلم على 10 ساعات 121 عمل إرهابي يعني بواقع المؤسسات الحكومية توقفت والبنوك بواقع 12 توقف النهاردة عمل إرهابي في الساعة يعني تعرضت الحياة في ما شفناش مصر ما شفناش مظاهرة واحدة بها مدنيون ما شفناش مظاهرة واحدة فيها مصريين خارجين بيقولوا ان هم مؤيدين لمحمد مرسي يعني هو لفظ مدني لفظ مدني تعريف مدني الحقيقه هو كل ما يعني يناقض ده كله ده كله يعني لا شرطه ولا جيش اي حد ده كله ضد المدنيين والشرطه والشرطه ما هيئه مدنيه
ده كله ضد المدنيين. بس يعني بالتأكيد لم يكن يقصد الشرطة. دي كلها عمليات موجهة ضد المدنيين المصريين في كل في 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 20 محافظة من المحافظات. يعني أنا لما يجي المدني يهاجمني أو يعتدي علي، فأنا إذا رددت هذا الاعتداء باعتداء مماثل يتقال لي أنت بتعتدي على مدني، ما هو ده لص، ما هو ده قاتل. لا والمدني المعتدى عليه، ما هو المدني ده بيعتدي عليا. ما هو الكنائس هو كويس برضو نفتكر أخيرا أن في فصل كنائس. يعني هذه العمليات أدت نتيجة عكسية لما يريد. يعني هو بالظبط ده انا اسف ان انا بقاطع حضرتك، بس احنا في كميه من التناقضات عجيبه جدا في هذه الكلمه. ما عشان كده بقول لك انا اتحدى انه يطلع يقول هذا الهبل. لا يعني حينما يقول قدام اي صحفيين في العالم، حينما يقول انه على المصريين ان يقوموا بالعمل بانفسهم، يعني اعتقد انه التفسير الاقرب لهذه العباره انه هو يطالب المصريين بعدم الانجرار خلف قوه خارجيه. مش هنتكلم بقى هنا على الولايات المتحدة الأمريكية، خلف أي قوة خارجية وتحديد مصيرهم بأنفسهم. من يقصد وهو كان التقارب الذي حدث بين الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية؟ ده كان بيسيب الإخوان يقوموا بالعمل بأنفسهم؟ يعني ده تساؤل قد يرد على الألسنة. هو بس يعني اسمح لي أقول أني أنا يعني مسألة التقارب دي يعني تقارب تكتيكي. انا بحاول اقول كلمه انيقه يعني ممكن غيري يستخدم كلمه يعني كانت الولايات المتحده الامريكيه تستخدم بعض الادوات، منها هذه الادوات في هذه المرحله. حضرتك عندك مشروع الشرق الاوسط الكبير، عندك مشروع الفوضى الخلاقه، ثم يعني مرحله من مراحل الربيع العربي. ده مخطط امريكي بينظم الحياه بعد ما اصبح في احاديه في القطبيه كما يتوهمه. بينظم الحياة بحيث تتفتت هذه المنطقة إلى منطقة بدل من الدول إلى منطقة من التوابع. من يخدم هذا المخطط الحقيقة في الفترة اللي فاتت خدمته الأنظمة اللي كانت موجودة في المنطقة بنظريات التوريث اللي كانت موجودة يعني في المنطقة قاطبة، وإضعاف مؤسسات الدولة. طلعت تنظيمات رأى أنها ستخدمه، لأن كلما كان التنظيم متطرف إذا له أفكاره التي لا تتفق مع باقي القوى الوطنية، وبالتالي سينعزل وسيكون دعمه الوحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية أو من تفوضه في الأمر. والتفويض كان جاري في المنطقة أيضا في هذا الموضوع لإسرائيل وغيرها. هذه المسألة لا تعني أن هناك أحد تبنى أحد، والتجارب موجودة. يعني تقاطع مصالح، يعني ما حدش هيبقى عز الأمريكان من شاه إيران اللي حتى رفضوا أن يدوله شقة بعد ما انتهت مصالحهم معاه، رفضوا له شقة. الملك فيصل العظيم ده لما وقف قصادهم في 73 وتبنى الحظر البترولي قتلوه من خلال الى اخره. فهي المساله وغيره. ولو طلع اورتيجا اللي خدوه من رئيس الدوله الحاكم العظيم الزعيم الى وضعوه في زنزانه في سجنهم. فمساله يعني ان حد يتصور الاقتراب والابتعاد، يعني ده مفاهيم الحقيقه تحتاج الى مراجعه سياسيه شامله. وانا وبرضه يحتاج الحقيقه الى معلومات سعاده اللواء. احنا شايفين دلوقتي خبر على الشاشه من مراسلنا في سيناء حول مقتل 4 جنود واصابه 5 اخرين في هجومين على كمينين بالعريش. والتصعيد الحقيقه في العريش مستمر ومتواصل، وتزامن التصعيد فيه مع ما حدث بالامس. عندنا كمان يعني تصريحات ربما على لسان أحد رموز التيار الإسلامي حطلها دلوقتي حول التصعيد، ربط التصعيد في سيناء غير طبعا تصريح البلتاجي المبكر، لكن كمان امبارح ربط هذا التصعيد والعنف في ربوع مصر بتصعيد موازي في سيناء. قد يقول قائل بقى تعليقا على الجزئية اللي نتكلم فيها سعادة اللواء أنه فيها لخفيها، ده يبدو ان هو شعار الولايات المتحدة الامريكية. حينما كانت تتعاون مع الاخوان عندما كانوا في الحكم كانت سعيدة وراضية، لم تتحدث، لم تنصح المصريين بان هم يعتمدوا على انفسهم.
لما لقيت ان هي غير قادره على التحكم في الامور في مصر يبقى لا المصريين يشتغلوا لوحدهم بقى، ما تلعبوش مع حد تاني غيري. ده دي وجهه نظر، ممكن حضرتك تتفق معاها ولا تختلف دكتور وحيد؟ لا هو بالعكس، هو دي انا اعتقد ان هو هنا قصده، يعني هو بيعايز يحيي انه بيتكلم بشكل موضوعي. هو بيقول ان انا مش بفرض املاءات، يعني المصريين هم في النهايه، وده الحقيقه سواء قالها او ما قالهاش، يعني برضا او غصبا عنه، هم المصريين هم اللي هيقرروا مستقبله. هو بيحاول فرض املاءات، لكن هي قضيه هل نستجيب؟ ايوه بيقول هو كل كلامه املاءات مبطنه، بس هو بيقول ايه، انا مش قصدي ان انا افرض املاءات، انا بقول ان انتوا لوحدكم من غير حد تاني، اي حد تاني اللي هتقرروا مستقبل. بس في نفس الوقت بيقول ايه يا دكتور، بيقول شراكاتنا يجب ان تقوم على المبادئ التي نؤمن بها. ايوه انا بقول لحضرتك ما هو يعني عايز يقول، يعني يفرض املاءاته بشكل، اما حد يقول له انت بتفرض املاءات يقول لك ازاي، ده انا قايل بشكل صريح جدا ان انتوا اللي هتعملوا، انتوا لوحدكم ومحدش تاني معاكم وبتاع، زي ما انتوا زي ما انتوا عايزين، بس في نفس الوقت لازم تعملوا كذا و و و و و و و و وهنوقف التدريبات. بص انا كنت عايز اقول بس ايه في موضوع التدريب ده، هو كان اهم فايده ليه على قد ما انا فاهم انه تدريب ببلاش كده، يعني تدريب لا نتحمل نفقاته بتبقى فرصة بينظر ليه على هذا النحو في مصر، انه بيتم بهذا الشكل. انما هو الحقيقة فاحنا بنضحي في فسحة، يعني من الناحية من يعني سواء على المستوى العملياتي او على المستوى التكنولوجي قيمته تكاد تكون منعدمة، لانه هم رؤيتهم لجيشنا غير رؤيتنا احنا لجيشنا. هم طول الوقت بقالهم سنين عايزين يغيروا طبيعة جيشنا، وعايزين يعملوا جيش الرشيق المحدود الصغير، جيش لمكافحة الارهاب. ده واحنا عندنا جيشنا هو بوضعه الحالي الرائع، هو قادر على مكافحة الإرهاب، بس قادر برضو على مكافحة الأعداء. أنا فاكر وقت التهديد والتلميح من أي حدود كانت ومن أي مكان في العالم. وقت التلميح يا دكتور بوقف المساعدات وقتها، مع كثير يعني تحدثت مع كثير من المحللين كلهم أجمعوا على أنه ممكن يلغوا المساعدات لكن مستحيل يلغوا المناورات. لا 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 بالعكس، العكس ولا صح. لانه الغاء للمساعدات حيوقف له مصالح مهمه، يعني هذه المساعدات طبعا هو مرتبطه بالاتفاقيه، لا غير السلام. الاتفاقيه مرتبطه بترتيبات معينه، من بينها بعض التسهيلات اللي بيحصلوا عليها في المجال الجوي المصري في امور دي تلقائيا هتتلغي. ولذلك انا اعتقد انه في البنتاجون في وزاره الدفاع من العقلاء من يكفون، يعني قد يكون في برضو بعض امثال اوباما، لكن اعتقد ان في من العقلاء اللي هم تصدوا لرامسفيلد لما تولى وزاره الدفاع وحاول انه يعمل فيها ما فعله الاخوان في مصر، انه رامسفيلد ده يعني يفرض سطوته عليها ويجيب رجاله من خارج البنتاجون، ونجحوا في انهم يتصدوا ليه ويحموا البنتاجون من هيمنة هذا الرجل اللي غزا العراق وعمل مصايب. فانا متأكد وانا اعرف انه في البنتاجون من العقلاء الحريصين على المصالح الامريكية والحريصين على علاقات مصرية امريكية رشيدة، واللي بيعتبروا ان المصالح مع مصر هي ان العلاقات مع مصر من اولويات المصالح الامريكيه، وليست مشروطه بان تقوم على المبادئ التي نؤمن بها على حد تقدير. لا بالعكس، ده هي المبادئ اللي هم بيقولوا احنا مش مختلفين في هذا. بس هو يؤمن بهذه المبادئ. المشكله ان هو بيؤمن حتى هو النهارده هذا الرجل متهم بمراقبة ملايين الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها، عامل برنامج مراقبة بشع. صحيح. احنا نؤمن بقى بمبادئ الحرية الحقيقية بتاعت تمثال الحرية، يعني ما فيهاش هذا الانتهاك للحق في الخصوصية. هو احنا ده اللي احنا بنؤمن بيه وبنقوله انت لم تعد تؤمن بالقيم الامريكية، انت بتمارس ممارسات فاشية، هذه ممارسة فاشية. النهارده في ثلاث صحفيين بيلاحقهم هذا الرجل موضوعين تحت السيف في الولايات المتحده، يا يكشف عن مصدره يا هيتسجن. اعتقد دكتور انا يعني خليني يعني اسال حضرتك سؤال بعد ربما دقيقه او دقيقتين عن واجب المثقفين ورجال السياسه في مصر حتى اللي مش موجودين في الحكم
اللي موجودين خارج نطاق الحكم، اللي موجودين بشكل يعني أقصد بشكل تطوعي، كيف يوصلوا هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل هذا احنا بنتكلم عن، توقفنا عند عبارة شراكتنا يجب أن تقوم على مبادئ التي نؤمن بها. قبل هذه العبارة مباشرة بيقول إيه؟ حفاظا على مصالح الجميع، أمريكا تريد أن تكون شريكة في تطلعات مصر. كيف تقرأ هذه العبارة سيادة اللواء؟ يعني هو بيناقض الناس اللي بيتكلم عليها الدكتور وحيد، أني أنا لن أخرب هذا العلاقات، لأني مصالح الولايات المتحدة الأمريكية منها تستفيد كثيرا جدا نسبة إلى مصر طبقا للحجم بتاعها. فهي الحقيقة بس يعني هناك جماعات تدرك مصالحها الحقيقية في المنطقة وتتوجه إلى من يمكنها التعاون معها في مصر، وده شيء محمود وكويس قوي. وهناك جماعات أخرى تظن أنها قادرة على السيطرة على مصر ثم تفتتها ثم إدخالها في الشرق الأوسط الكبير. هذه الجماعات حتى جوه الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها هذا القبول الواسع العريض، إنما ظروف المنطقة الحقيقة كانت من الاحتراء، بحيث شجع هذه الجماعات إنها تجرب هذا المخطط وتستشعر بعض النجاح فيه. لما تشوف حضرتك أو نيه مش فاهمها أو نيه مش فاهمها سيادة اللواء، دلوقتي ما بقتش فاهمها، ودلوقتي هتصعد الجماعات الأخرى، لأن الشعب دلوقتي أصبح هو أكبر ضمانة ليك. أصبحت أنت لا ما تخافش أبدا من أي قوة، يعني تتحدث لا خارجية ولا داخلية. سيادتك تتحدث عن صعود تيارات من يعني جزء من تيار الشعب المصري السلفيين على سبيل المثال؟ أتكلم على الشعب المصري يوقف أي تيار داخلي أو خارجي بهذه الروح اللي لازم كلنا نعمل أي على تيار نحافظ عليها في المرحلة المقبلة يقترب أو يخلط الدين بالسياسة. هذا الاختلاط وهذا الخلط والعودة إلى القرون مضت وإلى أفكار بلت، هذه المسألة انتهت. احنا بنعيش مصر لكل المصريين. امبارح انا كنت بكلم صديقي نيافة الانبا بخوم في سوهاج، لان عشت معهم سنوات طويلة بكل احترام وتقدير لي وللشيخ زين والشيخ الصغير ومشايخنا في سوهاج، اللي كانوا هم نفسهم مشكلين قوة وطنية لا يمكن النفاذ منها، وكانوا بيرضوا اي حدث طائفي يحدث. انا بسأله على المطرانية وبقول له نيافة الانبا اعلنوا ان المطرانية احترقت، قال لي احترقت 3 كنائس في دمصر، احترقت مش عارف 8 عربيات او 12 عربية كانوا في الفناء، قال لي نعم احترقوا في دمصر. قيل ده على لسان اكثر من شخصية مسيحية بالمناسبة، وده الروح اللي احنا فيها. وفي المقابل خليني اردد دعوة الدكتور علاء الاسواني الكاتب والاديب العالمي التي طالب فيها او ناشد فيها المسلمين ب يعني تبني حملة بالمال والجهد لاعادة بناء هذه الكنائس، ولكن سبقهم الفريق اول عبد الفتاح السيسي بتوجيه الادارة الهندسية بالقوات المسلحة لبناء ليس فقط الكنائس ولكن كل المباني والمنشآت الحكومية التي تم تدميرها خلال هذه الأحداث. هو كان بيتكلم عن ما تعرض للاعتداء بالأمس، ولكن أنا متأكد أنه كل المنشآت لو النهاردة وزارة المالية مبنى محافظة الجيزة كل الكلام ده النهاردة أعتقد كل ده ستتكفل بإعادة تعميره وبناءه مرة أخرى قوات مسلحة. دكتور وحيد، أنا طلبت من حضرتك تفكر في اقتراح للمثقفين ورجال الفكر اللي لا يشغلون موقع سياسي بالضرورة في توصيل هذه الرسالة، في الرد على هذه الكلمة لباراك أوباما. هل من الضروري أن نفعل هذا؟ لا، ده مهم جدا. طيب نعمل إيه بقى؟ قبل كده دكتور خليني أقرأ هذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون المصري، الرئيس المؤقت عدلي منصور يقبل استقالة الدكتور محمد البرادعي. كويس. طب قول لي حضرتك الاقتراح ونشوف كويس ليه. يعني نقدر نعمل رسالة نوجهها للمثقفين والإعلاميين الأمريكيين من خلال بعض وسائل الإعلام الأمريكية، ومن خلال علاقتنا أيضا مع بعض المثقفين رسالة جماعية الإعلاميين الأمريكيين، وقع من عدد من المثقفين والمثقفين من الهيئات الثقافية، اتحاد الكتاب، جبهة الإبداع، نقابة الصحفيين، وعدد من المثقفين
بالذات المعروفين في الولايات المتحدة أو اللي لهم يعني حضور في المشهد. يبقى الأمريكي. أنا نتوقع بقى أنه حضرتك مع الكاتب الكبير أستاذ محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر تتولوا صياغة هذه الرسالة لتحويل الاقتراح أقصد لصيغة عملية. ودي فكرة جيدة جدا. وتجوب بقى على المفكرين والصحفيين والإعلاميين ويوقعوا عليها ويتم إرسالها للإعلام الأمريكي. الكثيرين منهم منفتحين جدا وأحيانا يبقى عندهم نقص في المعلومات أو أحيانا بيبقى عندهم نقص في المعرفة أحيانا بيبقى في احنا بنتعامل مع تنظيم دولي. نعم. اقوى ما فيه هو جهاز العلاقات العامه بتاعه. ده صحيح يعني ده صحيح. هي هو السياسه هي لعبه العلاقات العامه جدا بالظبط. انما عنده قدره على اداره العلاقات العامه وتقديم صوره معينه للعالم واستخدمها بقوه خلال الايام الماضيه. استقالات البراده علاقات عامه البعض يقول هذا. لا هو شوف انا 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 يعني مش يعني اقول باختصار شديد انه ينبغي ان نتعود ان احنا يعذر بعضنا بعضا فيما يفعلون. مفيش ما تتراجعش دكتور حضرتك قلت كويس لما قدمت الاستقالة. لا ما قدمت الاستقالة لا ولا اعتقد انه يريد ان يعود ولا وحتى لو اراد ان يعود. دعيب السؤال لما بتتأجل اجابته على فكرة يعني حتى لو اراد ان يعود هنقول له لا شكرا انتهى دورك. يعني تقصد انه الشعب قبل الاستقالة. بالضبط يعني قبل الاستقالة وانت امبارح حتى يعني الكيان الاساسي بتاعه في جبهة الانقاذ طلع بيان استنكر فيه هذا بعض الأحزاب يعني هددت بالانسحاب من جبهة الإنقاذ إذا لم يتخذ موقف من حزب الكرامة. لا ما هو الحقيقة أنا شفت بيان حزب الكرامة. هو الحقيقة الدكتور البرادعي لم يعد عضوا في الجبهة منذ أن تولى موقعه الرسمي. نعم. ولا أعتقد أن هناك من يريد له أن يعود ولا أعتقد أنه يريد أن يعود لأنه بهذا الموقف هو تقريبا ده موقف يعني استقالة من العمل العام كله. يعني هو موقف انسحاب من المشهد السياسي كله وليس فقط من لأنه من الصعب جدا أنه أن يواجه الدكتور البرادعي الشعب المصري مرة أخرى في أي موقع من المواقع. أنا يعني آسف جدا أنه يصل إلى هذا كنت اتمنى انه بس برضه لازم نعذره هو طبيعته كده. وانت تذكر هو اجمعت معظم التعليقات يعني هو بيتقدم ويتاخر يتقدم وكان هيترشح للرئاسه وفي اللحظه الاخيره برضه اخذ موقف خزل فيه يعني كثيرين يعني بعضهم حتى بيقول ان هو يعني نموذجي اكثر من او مثالي اكثر من اللازم. سياده اللواء كلمه اخيره حول منظومه الامن المصري. هل هي مطمئنة ولا مهددة لا قدر الله؟ الأمن القومي المصري هو كان المحرك الرئيسي لكل الأحداث وهو ما فشل الإخوان في قراءته لأني العبث بالأمن القومي المصري هو ما جمع جميع تيارات الحركة الوطنية المصرية لإيقاف فوري وسريع وعدم الانتظار لمضي 4 سنوات يضرب فيه الأمن القومي المصري في مقتل. وده يدل على وعي هذا الشعب العظيم. الأمن القومي المصري هو الحياة لنا جميعا وأولها وضوح الرؤية ورضا المواطن عما يفعل. ولذلك لابد من شفافية كاملة في إشراك الملايين العظيمة اللي أعطت لمصر نفس تاني بعد ما كادت الأنفاس تتقطع قبل 30 يونيو. يعني نعول على المصريين في حماية أمنهم القومي. الأمن القومي المصري بهذه الملايين لا يضرب بأي دول مع أو ضد بأي قوة مع أو ضد. بهذا الحجم من الوعي المصري اللي موجود حاليا الأمن القومي المصري في مأمن. وإن كانت هناك بعض العمليات البسيطة التي تتطلب تنظيم الأوضاع سياسيا ودستوريا وقانونيا وأمنيا إنما كل ده محصلة لشيء تحقق فعلا على أرض مصر حماية الأمن وهي من انطلاقة خطر. مصرية جديدة إلى عهد جديد. يعني إذا كان هناك عوامل مختلفة يرتكز عليها الأمن القومي المصري أعتقد أنه أبرزها وأهمها الوعي وده اللي حضرتك بتقوله إن هو أصبح الآن موجودا وبقوة بين أفراد الشعب المصري. عظيم.
أنا بشكر حضرتك جدا جدا سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني نائب رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وشكرا جزيلا للدكتور وحيد عبد المجيد وكيل جهاز المخابرات السابق، أعتذر، ودكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ، شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش المفيد والممتع. ومشاهدينا نواصل هذه التغطية الحية أولا بأول بالخبر والتحليل، ولكن بعد الفاصل.